الدباديب اللي على اول الشارع يا حبيبي. ثانية واحدة بعد إذن حضرتك. ليه ليه يا رمزي ليه؟ إيه اللي ليه؟ ليه هو مش سامع؟ مش عارف إن هنا هو المحل بازار؟ أيوة معلش سيبنا نتصرف بعد إذنك يا أستاذ زياد يا رمزي. سهلا حضرتك طلبك موجود عندي. اهلا وسهلا. ثانك يو مان ثانك يو. حضرتك دي برديه كان بعتها ايزيس لاوزوريس كان في عيد الام يعني. اوه انا ايز دي بكام؟ دي حضرتك ب 100 جنيه بس. 100 باون. ايوه يا فندم. That's too much. لا مش تو ماتش ولا حاجه. شوف حضرتك الحبر بكام واوزوريس ده دفع قد ايه. اوف كورس تو ماتش. اه لا اوكي يو ار نايس مان اي ويل جيف يو. شكرا. Hundred Bowen. Thank you very much. Thank you. Okay. ألف سلام. Okay. Good night. Good night. Bye good bye. Night. Bye bye. شكله أجنبي. شفت بقى سيرك اتصرفت ازاي؟ أنت دول اتصرفت حلو قوي. أنت طمعان فيا ولا إيه؟ أنت ناس إن البازار ده هو كله بتاعنا؟ ها؟ يلا بقى يلا روح نظف المخزن اجري وهات لي الكوكتيل اللي هناك ده عشان أنا إيدي وجعان. يلا بسرعة. اتفضل يا رمزي. نظف المخزن كويس ها؟ حاضر. وبعد ما تنظف المخزن تعالى نظف المخزن. حاضر. يلا. حاضر ما توقعش حاجة. ايه ده؟ ولا عادل؟ ايه الصوت ده يالا؟ ده مفيش حاجة مفيش حاجة يا رزبي. مفيش حاجة ايه؟ وريني كده اللي في ايدك دي. ولا حاجة. اللي في ايدك التانية يا عادل. اهي ولا حاجة. اه صح غريبة دولة بس الصوت ده انا عارفه كويس. ده صوت تمثال اتكسر صح؟ بصراحة اه تمثال اتكسر فعلا. ايه ده دولة عملتها ازاي دي؟ حلوة قوي قوي. وحشني صوت التماثيل دي والله يا دولة. يعني يعني فاكر انت يا رمزي لما انت كنت بتكسر التماثيل فاكر؟ فاكر يا دولة. وفاكر كمان بقى حاجات كده جنبها. دولة تمن التمثال ده اخصمه من مرتبك يا عادل. ليه 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 ليه؟ طب يا رمزي بيه؟ ما انت ياما كسرت انا عمري خصمت منك حاجه. الصراحه لا. طيب خلاص انا مرتبها هيكفي ايه ولا هيكفي ايه يعني؟ انا ماليش دعوه. انا ولا عايزني اوصل للي انت وصلت له ده بالبيجامه والبتاع. حاضر ماشي يا رمزي بيه. ماشي 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 ماشي. خد هنا خد هنا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه يا عادل يا سعيد؟ قلت ماشي ماشي ماشي. اه بحسب. بتحسب ايه؟ ما واضحه. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. يلا بسرعه تعالوا الاكل جه. الاكل جه. لا يا عادل لا يا عادل مش كل يوم بقى فول وطعميه يا عادل. طب ما الفول بالطعميه والطعميه من الفول يا عادل. مفيش مره عجة بالشكشوكه وبابا غنوك؟ شكشوكه ايه يا رانيا؟ مش تحمدوا ربنا ان انا جايب لكم الاكل ده؟ دي مقدرتي يا ماما. وبعدين ما تنسيش يعني ان انا من 3 ايام اكلكم خضار. خضار؟ ده طبيخ قرديحي من غير لحمه يا ابني. لحمه؟ لحمتي يا ماما؟ لا 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 لحمتي الحمد لله ده كده حلوه قوي. بابا ماليش دعوه انا عايزه لحمه. بكره بابا ان شاء الله يجيب لك لحمه عشان انت بنته حبيبته. ايه يا ماما ماما ما تفتحيش عين البنت على الكلام الفارغ ده. انت عارفه جرام اللحمه بقى بكام دلوقتي؟ كلام فارغ ايه يا ابن الحلال؟ انت حرمنا من اقل احتياجاتنا الانسانيه المتدهوره. اقل احتياجاتكم ايه؟ استنوا بس استنوا استنوا استنوا. ايه؟ انا شامم ريحه حاجه غريبه جدا. دختك اختك جوزها جايب لها حمام كباب كفته وكل انواع اللحوم اللي في الدنيا عمالين يدفعهم من الصبح في الاوضه. قاعدين حمام وكباب وقاعدين بيدفعوا. طب انتوا ما تفحتوش معاهم ليه؟ الا ما حد عبرنا. ده انا امها اللي حملتها وهنا على وهن. ما عبرتنيش بحته لحمه ولا عضمايه. ناس رمم. بابا ايه بابا بقى حرام عليك عايزه لحمه. خلاص يا ياسمين يا حبيبتي انا هاجي على نفسي وانا هتصرف. انا هجيب لك لحمه ما تقلقيش. مين اللي بيرن الجرس؟ جرس؟ ده حافظ مش فاهم. مين؟ 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 ما انا هو انا نفسي هو اللي بخبط يعني. عايز ايه؟ عايز ايه يا دول؟ عايز ايه؟ يعني كنت عايز بس لو حته لحمه صغيره مش عشاني عشان ياسمين يعني. رمزي اقفل الباب يا رمزي. رمزي 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 يا ولاد اللذين. ماما يا حبيبتي اتفضلي الساندوتش الجميل ده علشان ربنا يخليكي ليا يا سناء. ده انا بقالي يومين هفتانه وبهبهب على حته لحمه. جيبي حته حماتي. لا امشي بالهنا والشفا لوحدك يا ماما.
ربنا يسامحك يا سناء، ربنا يسامحك. عمو رمزي حضرتك ما اديتنيش المصروف النهارده. يا خبر ابيض، اقسى عليا. لا انا اسف يا ياسمينه يا حبيبه قلبي، انا اقدر كده برضو تنسى. معلش يا نونو، خد يا ست المية جنيه دول همت، خديهم همت، يعني صرفي نفسك بيهم، خدي همت كلهم اهو، صرفي نفسك بيهم لغايه لما ارجع يا ياسمينه. ايه ده يا بنت، ايه ده يا بنت، انت بتاخدوا المصروف من عمو رمزي ولا ايه؟ اصل حضرتك منعت عني المصروف. انا منعت عنك المصروف عشان في ظروف يعني. طيب يا بابا، عقبال ما ظروفتي تخلص هاخد من عمو رمزي. وتاخدي من عمو رمزي يعني مصروف 100 جنيه؟ ميات ميات ميات، معقولة يعني؟ معقولة كتير قوي الفلوس دي على البنت يعني؟ اللهم صل على النبي، انت مالك يا عم، خلي البنت تتبسط يا عم. انت تتبسط بكم الميات اللي انت بتدفعها لها دي؟ لا لا يعني كتير. وبعدين يعني تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخصم مني؟ ده انا يعني دولة بتاع زمان، انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي؟ شفت اسلوب الشحاته ده؟ يعني كل يوم اسلوب شحاته. الحاح مش عارف، مش هبقى اشوفك يا سيدي بعدين، هبقى اشوفك. وانتوا بقى ان شاء الله متشيكين كده ورايحين على فين؟ ابدا يا رانيا، اصلي نقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شويه ومن اللي في البيت يعني حبتين، فقلت يعني اخرجها شويه بالعربيه اللي انا اشتريتها من عادل. والله دي فكره كويسه قوي، طب ما تاخدونا معاكم نشم شويه هوا. والله دي فكره حلوه قوي. تعالى عادل، تعالى معايا. اجي معاك بجد؟ تعالى فين؟ تاخده معاك فين؟ ياخدك فين؟ بيقول لك انا ومراتي هشممها شويه هوا، مش شممها شويه زفت. خليك حسيس يا اخي وسيبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شويه هوا؟ ما انت ياما خرجت انت ومراتك وسبتوني في البيت اخلل لوحدي. يا سلام يا سناء، انا ما كنتش اعرف ابدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي سحرته، قلبي كان ابيض وانت اللي سودته بعمايلك السودا يا عادل. يلا بينا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجه لسه؟ ماشي يا سناء، ماشي يا سناء، انت ورمزي ماشي. تاني تجيب لي جزمة للمدرسة بدل اللي اتقطعت؟ ايه يا ياسمين يا حبيبتي، اول ما يجيني فلوس ان شاء الله هجيب لك جزمة جديدة. طب ما انت يعني قلت لي كده مليون مرة. اعمل لك ايه يعني يا ياسمين؟ لما يجيني فلوس هجيب لك جزمة، اعمل لك ايه؟ هو انت ليه مش زي عمو رمزي؟ عمو رمزي عمره في حياته ما قال لي لما يجي لي فلوس. ايه ده يا ياسمين، هقارنين انا بعمو رمزي؟ عمو رمزي ده غبي غبي. ليه يعني؟ هو عمو رمزي فلوسه ضاعت منه؟ قصدك ايه يا ياسمين؟ العربية اللي كانت بتاعتك دي متعبة قوي رمزي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا ولي نعمتي. لا لا يا دولة، ما تقولش كده يا عم، انا ربنا جعلني سبب علشان اللي زيك يقدروا ياكلوا عيش في الدنيا دي. احلى هدية لأحلى نقنق في الدنيا. يا ليه مكلف نفسك يا حياتي؟ ده الدولاب فوق بعضه مرصوص مرصوص كوام كوام هدوم وجزم، مش لاقي مكان احط قدم رجلي. يا حبيبتي البسي وتهني، وعندنا بدل الاوضه 3 اوض يا حبيبه قلبي، نبقى نخزن في اي اوضه منهم. ميرسي. بالعفو يا حبيبه قلبي. ياسمينة اتفضلي يا حبيبتي، الجزمه بتاعتك عشان تروحي بيها المدرسه فريره. ميرسي ميرسي. وهديتك يا رانيا هانم. انا رانيا وهانم؟ ربنا يخليك يا رمزي، ربنا يخليك ويبارك فيك ويعرفك يا رب يا اخويا، يا رب يا رب. يا رمرم، امال فين هديه حماتك؟ طبعا ما اقدرش انساكي، ام حبيبتي واحلى مرات عم في الدنيا. اتفضلي يا ست الكل. متشكره قوي يا حبيبي. ودي بقى الخالته ام رانيا ونوجع علشان لما يجوا بقى بالسلامه. طيب.